بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سلام الله عليكم أحبابي في الله في هذا الدرس الجديد على قناة حوحة 1981 فول 2. في هذا الدرس سوف نتطرق إلى طريقة الحصول على رقم أمريكي خاص بك مع 20 دقيقة من المكالمات المجانية. طبعا عندما سوف تحصل على هذا الرقم الأمريكي، يمكن لأصدقائك أو أفراد من عائلتك أنهم يقوم بالاتصال بك مباشرة عبر تثبيتي على هاتفك الأندرويد أو على حاسوبك وعلى مثلا الايفون الى غير ذلك. طبعا بعد ان تتم تثبيت هذا البرنامج يمكنك كما اشرت يعني الاتصال مجانا 20 دقيقة يمنحها لك يعني هذا الموقع، وايضا تستلم كما اشرت المكالمات. فكل ما عليكم فعله احبابي في الله هو الدخول الى هذا الموقع. بعد الدخول اليه تضغط على داونلود ناو للايفون او الاندرويد او الويندوز الى غير ذلك، وتقوم بتحميل البرنامج، وبعد ذلك تقوم بتثبيته على يعني جهازك او يعني هاتفك الاندرويد او الايفون الى غير ذلك على حسب نوع النظام التشغيل الذي تمتلكه. بعد تثبيت البرنامج سوف يعطيك ايقونة بهذا الشكل، سوف تجدها في العادة على ستارت كمبيوتر لوكال ديسك سي بروجرام فايلز، ثم تبحث عن مجلد فايل سيستم، هذا هو أحبابي في الله فايل سيستم، تقوم بفتحه ثم تقوم بفتح هذا المجلد وتسحب هذه الأيقونة إلى سطح مكتب جهازك أو تقوم بالضغط عليه مرتين على أساس فتح البرنامج. أنا شخصيا تقوم بسحبها من قبل يعني على سطح مكتب جهازي، أضغط عليه مرتين. سوف يطلب منك إنشاء حساب، لهذا نقوم بالضغط على كريات مباشرة، ثم تقوم بوضع بياناتك الشخصية من الاسم، مثلا سوف أضع الاسم ثم البريد الإلكتروني الرباط، مثلا سوف اعتمد هذا البريد الالكتروني، ثم قم بإعادة كتابتي هنا نفس البريد الالكتروني، ثم قم بكتابة الباسورد، ثم قم بإعادة كتابة الباسورد مرة اخرى، وهنا سوف تقوم بوضع كود الكابتشا الظاهر في الصورة علين بهذا الشكل. ثم اذا كنت قد حصلت على برومو كود الذي يخول لك مثلا زيادة عدد المكالمات المجانية فتقوم بوضعه هنا، نقوم بالنزول الى الاسفل ثم نضغط على اجري، ثم ننتظر لحين ما ينتقل بنا الى صفحة جديدة احباب في الله. هنا سوف تقوم بتحديد جنسك انثى او ذكر، تاريخ يعني سنة الميلاد 1981، كونتري اسبان في حالتي انا شخصيا اسبانيا، ثم تقوم يعني هنا يطرح عليك السؤال كيف تعرفت على الموقع، فتختار مثلا فرياند او شيء من هذا القبيل، ثم هنا هاو دو يو ونت تو ويب سايت، اضغط على اوردر او شيء من هذا القبيل، ثم تضغط على كونتينوار او كونتيني التالي، ثم نصبر لحين ما يتم تسجيل الدخول احبابي في الله الى صفحة جديدة، ننتظر بضع الثواني فقط يعني لحين ما يتم تسجيل الدخول الى صفحة جديدة. علينا ايضا ان نقوم بتفعيل الـ يعني التسجيل عبر يعني رسالة سوف ترسل مباشرة الى بريدك الالكتروني. بعد ان يدخل لك الى صفحة بهذا الشكل، هنا سوف تقوم بوضع رقم يعني منطقة معينة في امريكا، مثلا 207 مثلا او 205 اسم النقطة يعني رقم نقطة معينة على امريكا، ثم تقوم بالضغط على شيرش هنا على اساس البحث. طبعا يعني يعطيك يعني ثلاثة ارقم يمكنك الاعتماد عليها، مثلا سوف اختار الثاني، ثم تضغط على سيليكت، ثم تضغط على كونفيرم وهنا مباشرة، وتنتظر لحين ما يتم تسجيل الدخول الى صفحة جديدة. هذه الصفحة، وهذا هو الرقم الامريكي الذي حصلت عليه انا شخصيا احبابي في الله. لكن يجب علينا اولا قبل ان نقوم بتسجيل الدخول الى الحساب ان نقوم بتفعيل الحساب، لهذا نقوم بالضغط على get started هنا. فهذه الواجهة الرئيسية احباب في الله لموقع يعني لبروفايل الخاص بي. كما اشرت الموقع يعطيك 20 دقيقة مجانا، لهذا سوف اقوم بالذهاب الى البريد الالكتروني الخاص بي على اساس تفعيل الحساب. كما سوف تشاهدون سوف تتوصل برسالة بهذا الشكل، نقوم بالضغط عليها لفتحها مباشرة، ثم تضغط على هذا الرابط لتفعيل الحساب، نقوم بالضغط عليه
كما سوف تشاهدون الحين تم تفعيل الحساب مباشرة على الموقع. لن نقوم بالضغط على اللوجين ثم نقوم بتسجيل الدخول إلى الموقع مرة أخرى أحبابي في الله بنفس البريد الإلكتروني الذي تسجلنا به كما سوف تشاهدون، ثم نقوم بوضع الباسورد الذي قمنا باعتماده ثم نضغط على اللوجين. طيب تسجيل الدخول يعني إلى الموقع، فكما سوف تشاهد هذه الواجهة الرئيسية قلت يعني أنه يمنح لك 20 دقيقة مكالمات مجانية نحو أمريكا، ويمكنك يعني الحصول على حساب آخر أو يعني حساب بريميوم على أساس أنك يعني تستفيد من 20 دقيقة نحو العالم بأكمله، يعني نحو أي هاتف على العالم مع يعني 200 رسالة وامتيازات أخرى. طبعا بعد تفعيل الحساب أحباب في الله فيمكنك مباشرة الذهاب إلى البرنامج واستعماله مباشرة لعمل مكالمات المجانية، وأذكر بأن هذا هو الرقم الهاتفي الخاص بك في أعلى هنا، يمكنك إعطائه لأصدقائك على أساس مباشرة أنهم يعني يتصلون بك وكأنك يعني في الولايات المتحدة الأمريكية، ويعني طبعا يعني يتصلون بك عبر حاسوبك إلى حاسوبك مباشرة عبر البرنامج الذي قمت بتثبيته، أو يعني إلى هاتفك الأندرويد عبر تطبيق البرنامج الذي قمت بتثبيته على هاتفك الأندرويد، مع أيضا يعني تجربة يعني 20 دقيقة من المكالمات المجانية نحو أمريكا. للاتصال فقط تقوم بالضغط على لين واحد ثم تقوم بوضع أي رقم أمريكي ثم تقوم بالضغط على كول هنا أحباب في الله، وسوف يتم الاتصال. طبعا بعد اكتمال الاتصال سوف يتم اقتطاع منك يعني المدة التي قمت بالاتصال بها، يعني الحين يعني نحن لدينا 20 دقيقة، إذا قمت بالاتصال مثلا دقيقة أو شيء من هذا القبيل سوف يتم خصم يعني دقيقة من العد أو الرقم يعني الإجمالي الذي سوف يعطيه يعني أو يمنح لك يعني هذا الموقع أحباب في الله. أتمنى أن الدرس كان واضحا وقد استفدتم من خلاله. يمكنك يعني مباشرة الحصول على رقم أمريكي للاتصال به مجانا، وأيضا يعني الاستقبال المكالمات عبره. لا تنسى دائما زيارتنا على موقعنا www.dulvideo.com والانضمام إلى صفحتنا على فيسبوك facebook.com/حرف 984. أيضا لا تنسى الاشتراك في قناتي حتى يصلك دائما جديد الفيديوهات. في أمان الله.